من هذا المكان هذا كنطمئنوا اي مواطن مغربي على الدلاح ديال شيشاوة، انه دلاح من الجوده، دلاح ديال ممتاز، ودلاح من النوع الخالص. وهذه الدلاح هذه كنهضي على جميع المغاربه وياكلوها بالصحه والراحه وما عندهم شي ضرر وما يخافوا حتى شي حاجه. تلقوا الدعايات على الدجاج، تلقوا على البقر. جا دابا الوقت ديال الدلاح، وهذا الدلاح هو حاجه مليحه. هذا سيدي بالصحه والراحه. واش غنقول لك اخويا، دابا الدلاح هذه هي البدايه ديالته، يلا دابا الصيف يلا على الابواب ديالو. واش اللي كيقولوا هاد الناس على هاد الدلاح هذا؟ واحد الضيعه. المهم الناس راه شي سمو شي ريحه وداك الشيء، وقالوا راه ما عادش كيستعمل داك السيد. منين دار التحاليل داك الشيء لقاو داك الشيء غا طبيعي، ما كاينش شي حاجه اللي زعما غريبيه. وما هاد الشيء الدلاح ديال شي شوا مازال ما كاينش. يلا البدايه هذه دابا اللي كاين هي السويله والاناناس، هي كاينين. وما بالنسبه للدلاح، الدلاح مازال باقي واحد 20 يوم تقريبا ان شاء الله. ماشي اللي هاد الناس اللي قالوا هاد الشيء راه اشاعات. شي شوا قداش؟ شحال ديال الدلاح كتخرج في العام؟ راه تقريبا 300,000 طن اللي حسب الاحصائيات اللي كيصرحوا الناس، راه 300,000 طن ماشي سهله. والفلاح الله يحسن عوانهم راه مصاريف كثيره وهزينوا عليهم ديون ثقيله. والناس هادو بغا يخسروا لهم السمعه ديالتهم. لا تسمعت على شي شوا هاد الشيء راه ماشي مزيان بالنسبه للفلاحه، الشيء خايب. واي واحد سمع العشيرة حتى واحد ما يبغيش ياكل شي حاجه مسمومه ولا شي حاجه، هادشي راه خايب زعما صراحه خايب. اني خواتي مغاربه من طنجه حتى للقويره، شي اشاعات هاد الايام طلقات على شي شوا انها كتسقي الدلاح من المياه العادمه، هادشي ما ليه والو. وزياده الدلاح ديال شي شوا ما كيبدا حتى لشهر 6 اولا الشهر، باقي اللي مازال حتى لشهر 6 بدايه حتى لشهر 7 عاد كيبدا. والمنتوج ديال شي شوا كيبقى هو هو، وداك الشيء ما منه والو. والناس اللي كتمعش من هذا المنتوج ديال شي شوا، باقي الناس ما كاينينش، باقي الكاميوات اللي كيخدمونا ما دخلوش، باقي الناس العمال اللي كيخدموا في هذا الشيء ما دخلوش. وشي شوا معروفه بالجوده ديالها وباقا هي هي، والدلاح ديال شي شوا باقي حد الان. والناس اللي كانوا مولفين ياخذوا المنتوج ديال شي شوا حاليا كيتصلوا بنا ليلا ونهارا، وباقي المنتوج ديال كيطالبوه، ولو داك الشيء كامل باقي ما وجدش. والحمد لله باقا شي شوا هي هي، وكنتمناو تزيد على المنتوج ديالها وتزيد على الناس اللي سهرانين والناس الفلاحه الله يعاونهم، وباقي الخير لقدام ان شاء الله. إن إهانة للفلاح ديال الدلاح